شيعي وتولد في إيران، وقتل ابنه الكبير وأعدم ابنه الصغير. أسس أخطر حركة سرية في التاريخ، وحرق أكبر مسجد سني، واغتال 3 خلفاء، وحاول يموت صلاح الدين الأيوبي. عمل رجالته جنة على الأرض، ولا عمره شرب حشيش ولا خمرة، وعاش زاهد، وكان بيقول عن نفسه خادم أعتاب آل محمد وعلي. محدش قدر عليه، ومفيش غير التتار اللي دمروا قلعته، وظهر بيبرس خلص على اللي فضل. قصة حسن الصباح، شيخ الجبل ومؤسس حركة الحشاشين. اتولد سنة 428 هجريا، وفضل على مذهب الشيعة الاثني عشرية لحد سن 17 سنة، لما اتعرف على واحد من دعاة المذهب الإسماعيلي اللي هما الإسماعيلية الفاطميين، والداعية أقنعه بالمذهب بعد جدال شديد، مع إن حسن كان شايف الإسماعيليين كفار ضد الدين، لكن فجأة قلبه بينفتح للإسماعيلية وبيعتنق المذهب. حسن الصباح كان زميل دراسة للشاعر عمر الخيام والوزير نظام الملك، والتلاتة اتعهدوا إنه لو حد نجح يشد الاتنين التانيين معاه. ونظام الملك وصل وبقى وزير الدولة السلجوقية، وأصحابه طلبوا منه يوفي بالعهد، وبالفعل وافق، وعرض على كل واحد يبقى أمير على واحدة من الإمارات، بس الاتنين رفضوا. وعمر الخيام كان عاوز مرتب سنوي ويقعد يتفرغ للفلسفة والشعر ويبعد عن الحكم والمسؤولية، وحسن الصباح كان عاوز منصب في البلاط عشان يثبت نفسه ويبقى وزير. لكن بعض المراجع بتشكك في القصة دي، وبتقول مستحيل حسن ونظام الملك يكونوا زمايل مدرسة، لأن حسن اتولد في 428 هجريا ونظام الملك سنة 408، يعني في فرق 20 سنة بينهم. بس عمر الخيام ممكن يكون زميله، لأن تاريخ ميلاده مجهول، فمحدش يقدر يحدد كان زميله ولا لا. وبغض النظر عن دقة موضوع الزمالة، حسن الصباح اشتغل بالفعل في بلاط السلاجقة موظف ومستشار عند السلطان ملك شاه، وبسبب شطارته وذكائه واطلاعه على العلوم لفت نظر السلطان. وهنا الوزير نظام الملك بيبتدي يغير، خصوصا انه سني وحسن شيعي، وابتدى الصدام التاريخي بين الاتنين، لحد ما اضطر حسن للهروب من البلاط. لكن برضو بعض المراجع بتشكك في سبب الهروب، وبتقول ان حسن الصباح اختفى بسبب كشف نشاطه في الدعوة الفاطمية وتستره على مجموعة من الدعاة الفاطميين المصريين. وبناء على نصيحة من شيخه الاكبر ابن عطاش، بيروح مصر عشان يحضر دروس الباطنية ويقابل الامام المستنصر ويعلن البيعة والولاء. وصل حسن الصباح مصر، والمستنصر بيقابله احسن مقابلة وبيكرمه وبيديله فلوس، وقعد في مصر 3 سنين لحد ما خرج منها بسبب صراعه مع أمير الجيوش المصرية بدر الدين الجمالي. والجمالي آخر ما زهق منه نفاه، وحسن بيركب المركب للمغرب، وبتقوم عواصف والسفينة خلاص كانت هتغرق، وكل اللي عليها كانوا بيصرخوا إلا هو، وفجأة بتنجو السفينة بمعجزة. وفضل سنين يمارس الدعوة للإسماعيلية بشكل سري، وتكونت حركة الحشاشين، وعملوا أول عملية اغتيال عشان يأمنوا نفسهم، والاغتيال كان لمؤذن، وبعد ما دعوه لمذهبهم ورفض خافوا يكشفهم فقتلوه. وشوية شوية السلطات السلجوقية بدأت تنتبه لخطر الجماعة، وإنهم مش مجرد جماعة دينية، لأ دول خطر على السلطة والاستقرار، وصدرت أوامر بمراقبتهم. وفي اللحظة دي بيقرر حسن الصباح يدور على حصن منيع يستخبى فيه هو ورجالته، وبيختار قلعة الموت، وبعت الناس بتوعه يخترقوا القلعة ويقنعوا أهلها بالمذهب الإسماعيلي، وخلال مدة بسيطة سيطر عليها وبقت الحصن بتاعه، لدرجة إن صاحب القلعة نفسه انبهر بيه وبقى إسماعيلي، وكان بيقعد جنبه ياخد البركة، لكن حسن طرده منها بعد شوية. وفي القلعة اتولد الوحش الكبير اللي اسمه الحشاشين. حسن الصباح حول القلعة لجنة على الأرض، وكان فيها حدائق وحريات بيرقصوا ويغنوا، وزرع فيها كل أنواع الفاكهة، وعمل أنهار خمر وعسل ولبن جنب أنهار المياه،
وكمان قصور رائعة ورسومات مدهشة، وكان بياخد أتباعه من الشباب للجنة على مجموعات. في الأول بيدوهم شراب معين يفقدوا الوعي بعده، ولما يصحوا يلاقوا نفسهم جوه الفردوس وحواليهم الحريات وكل الملذات. وبعد ما يخرجوا بيكونوا طعبانينه، والمهمة بتتنفس في ثواني. ولو الفدائي نفذ الاغتيال بنجاح هيدخل الفردوس بعد ما يرجع، ولو مات برضه هيدخل الفردوس. والجزئية دي فيها خلاف بين المؤرخين، بعضهم بيقول ان الكلام ده مش دقيق، لان الطبيعة الجغرافية والطقس في موقع القلعة يخلي مستحيل حاجات زي دي تكون موجودة. والسر ان الجليد بيغطي القلعة 7 شهور في السنة اساسا، فازاي هيبقى فيه حدائق وانهار؟ لكن المؤكد ان اتباع حسن الصباح كان الموت بالنسبة لهم اجمل شيء، وكانوا بيتسابقوا عليه وعلى تنفيذ عمليات الاغتيال، وقتلوا 3 من الخلفاء، 2 عباسيين وواحد فاطمي، ووزراء وأمراء وسلاطين ورجال دين وقضاء ومفكرين، وأي حد يدخل الدعوة ويخرج منها، والوحيد اللي نجا منهم صلاح الدين الأيوبي. ومع زيادة قوة حسن الصباح وكثرة أتباعه وسيطرته على القلاع والحصون، بتبتدي المواجهة المسلحة بينه وبين سلطان الدولة السلجوقية. وقوات السلطان بتحاصر حسن، لكنه رفض الاستسلام، وكمان حقق انتصارات. وعشان يرد على الهجوم قرر يغتال الوزير نظام الملك. وموت السلطان حسن قوته بتزيد، ونشر الرعب في كل المناطق بالقتل والتدمير والاستيلاء على الثروات، لدرجة ان اي راجل بيتأخر بعد ميعاده المعتاد في البيت كانوا بيعتبروا مات ويعملوا له عزاء. وما كانش فيه انسان بيمشي لوحده في الشارع اطلاقا، وما فيش انسان بما فيهم الامراء والوزراء بيخرج من غير درعه. ومع توحشهم السلطان السلجوقي الجديد بيجمع كل قوته وبيطلق حملة قتل لكل الحشاشين. وفي كل ايران المقتلة كانت شغالة للحشاشين، وهم بيردوا باغتيالات. ومن عطاش نفسه مراته اتحدفت من فوق القلعة، وهو اتاخد اسير واتسلخ جلده وجرجروه في الشارع. وسقطت قلاع الحشاشين الا قلعة الموت، وحسن الصباح كان قاعد فيها زي الفل، وبتروح له اكبر حملة بقيادة ابن الوزير نظام الملك. وصاحبنا طبعا كان عنده رغبة في الانتقام لابوه واخوه اللي قتلوهم الحشاشين، بس الحملة بتفشل بسبب الجليد. ورغم كده الصباح ورجالته عاشوا ايام صعبة تحت الحصار، وكانوا بياكلوا الحشيش من الارض. وحسن بينتقم وبيبعت واحد يغتال نظام الملك الابن، وبسبب التنازع بين السلاجقة بيستغل الصباح الفرصة وبيعيد قوته تاني. وعن طريق غلام جنده حط للسلطان سكينة تحت مخدته وقال له لو زعلتني المرة التانية هتكون في قلبك. والسلطان بيقرر يدخل في هدنة معاه، واتباع الصباح بيزيدوا تاني بشكل مرعب، وكلهم زي الخاتم في صباعه. والسر الهالة الكبيرة اللي عملها لنفسه، فمثلا ما خرجش من قلعته غير 2 مرات في 35 سنة، وكان زاهد وحارم نفسه من اي ملذات. وأعدم ابنه الكبير الحسين بعد ما شارك في قتل واحد من دعاة الإسماعيلية، وأعدم ابنه التاني عشان شرب خمرة، وطرد أقرب واحد ليه عشان كان بيتسلى بالعزف على الناي. وفضل حسن الصباح لآخر يوم في حياته جوه قلعته، محدش قدر يهزمه أو يخرجه منها، واتنبأ بميعاد موته وعين خليفة قبلها. وعاشت حركة الحشاشين من بعده سنين، لحد ما التتار دمروا قلعتهم وخلصوا عليهم، واللي بقى الظاهر بيبرس قضى عليهم. ومهم نقول ان الحشاشين في الاصل كانت كلمة غربية بتوصف فرق الاغتيالات، ولما عربوها بقت الحشاشين، لكن ما كانوش بيشربوا حشيش ولا حاجة.